مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. الحقيقة ملفاتنا النهاردة كتيرة جدا ومهمة جدا جدا، عندنا كلام كتير عن الصفقات وعن الانتقالات في السوق الأوروبي المشتعل الحقيقة بشكل كبير جدا. كل فريق في الدوريات الخمس الكبرى الحقيقة بيجري وبيتصارع بشدة على تدعيم صفوفه لقود طبعا الموسم القادم بقوة كبيرة جدا جدا جدا. الحقيقة كمان على مستوى، خاصة على مستوى الدوري الإنجليزي ما فيش شك، هنتابع كمان موسم الانتقالات هناك. محمد صلاح اللي الحقيقة كمان في البري سيزون متألق بشكل كبير جدا مع ليفربول في فترة الإعداد للموسم القادم، وبيأدي أداء أكتر من رائع في المباريات الودية. كمان محمد صلاح زي ما قلت لحضراتكم يمكن في حلقات سابقة إنه كمان النمبر 1، نمبر 1 على المستوى البدني بعد طبعا رجوعه من الأجازة ودخوله اختبارات أو قياسات بدنية. الحقيقة محمد صلاح كان رقم 1 على مستوى اللياقة البدنية بعد الأجازة مع ليفربول. قبل ما نخش في ملفاتنا، لأن زي ما بقول لحضراتكم عندنا ملفات كتيرة، هنتكلم على كمان السوق السعودي اللي بيخترق يعني الدوريات والنجوم الكبار في أوروبا، هنتكلم عليه بالتفصيل. كمان هنتكلم على طبعا الاستعدادات على مستوى التورز اللي بيعملوا الفرق الكبيره جدا جدا على مستوى العالم. الحقيقه يعني ديت زي ما بقول احترافيه كبيره جدا جدا، بيستغلوا فترات البري سيزون الفرق الكبيره، كمان بتكسب فلوس، يعني مش بتكسب فنيا بس، لا مش طالع معسكر يعمل فتره اعداد ويلعب مباراتين ثلاثه ويرجع، لا كمان على شكل البري سيزون التورز اللي بيعملوه، وزي ما حضراتكم تابعتوا يعني على مستوى باريس، على مستوى باريس سان جيرمان، على مستوى ريال مدريد، على مستوى برشلونه، شفنا الحقيقه في خلال التوقف دوت، شفنا كمان كلاسيكو العالم مره ثانيه اللي اقيم في امريكا ما بين برشلونه وريال مدريد، وقدر برشلونه يفوز 3-0. الحقيقه مباريات كتيره جدا ومباريات كبيره بتحصل في دلوقتي البري سيزون بالنسبه للدوريات الاوروبيه على مستوى الفرق. هنتابع كل ده بالتفصيل لان كمان معانا نجم مميز النهارده كالعاده، نجمنا المميز احمد مجدي هيكون في ضيافه المحترف النهارده، هنتكلم في كل الملفات. لكن الحقيقه طبعا لازم بنتكلم دايما دايما على فريقنا ونادينا العظيم النادي الاهلي. الحقيقه النادي الاهلي اللي قدم موسم للتاريخ، الموسم ده الحقيقه وزي ما قال الكابتن محمود الخطيب امبارح انه موسم عظيم على كافه المستويات، كل البطولات الحمد لله في دولاب الجزيره، ده على المستوى كره القدم وعلى مستوى الالعاب الاخرى الحقيقه، كمان مش كره القدم بس، لكن الموسم ده النادي الاهلي الحقيقه بيحقق انجازات كبيره جدا في كل الالعاب سواء على المستوى الجماعي او المستوى الفردي. مش بس كده، كمان على مستوى الجمعيه العموميه وعلى مستوى الفيجن، على مستوى النظرة المستقبلية للنادي الأهلي، افتتاح طبعا الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس، وإن شاء الله الفرع الخامس هيكون إن شاء الله في مدينة العالمين الجديدة بإذن الله. كل ده الحقيقة يعني نظرة أو فيجن أو بلان محترم جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إن احنا ماشيين على الاتجاهين على المستوى الرياضي والفرق الرياضية طبعا على رأسها فريق كرة القدم اللي بيقدم موسم أكتر من رائع، والموسم لم ينتهي، يمكن خلاص عندنا مباراة يعني كمان في كاس مصر في دور الثمانية بعد طبعا ما تخطينا عقبة الداخلية بالفوز 2-0، هنتكلم شوية عن هذه المباراة. لكن زي ما بقول لحضراتكم الموسم لسه مستمر على مستوى الكاس، إن شاء الله بإذن الله المباراة اللي جاية أمام نادي المصري في دور الثمانية في كاس مصر، بعديها خلاص هيكون في أجازة وفي راحة استعدادا للبري سيزون. الحقيقه مباراه الداخليه كانت مباراه مهمه، دايما مباراه الكاس كده بتبقى دمها تقيل شويه، يعني بالرغم ان انت بتلعب يعني فرقه يعني مستوى الفني اقل كتير من النادي الاهلي، لكن تبقى مباراه الكاس ملهاش اي معايير. والحقيقه النادي الاهلي دخل بتركيز عالي جدا، قدر يحسم المباراه بنتيجه 2-0، والمباراه ديت يعني طبعا بعد رجوع كمان تقريبا لعب بالتشكيله الاساسيه كولر في هذه المباراة عشان يأكد على أهمية هذه المباراة، والحقيقة على أهمية كل بطولة بيخشها النادي الأهلي، يعني بطولة كاس مصر إن شاء الله اللي يعني إن شاء الله نوصل لدور قبل النهائي، يعني هنقابل فريق كبير فريق نادي المصر. لكن زي ما بقول لحضراتكم تأكيدا على التطور الكبير في أداء بيرسي تاو،
الحقيقه بيرسي تاو بيقدم يعني بيقدم الموسم ده، وخاصه النص الثامن الموسم بيأديه بشكل اكتر من رائع. كمان بتكلم على مجدي قفشه الحقيقه كمان، اللي خلال يمكن الست سبع اسابيع اللي فاتوا بيقدم اداء حتى على المستوى الدفاعي اداء جيد جدا، عامل اسيست وعامل الهدف اللي قدام حضراتكم هدف رائع. وطبعا الاحتفاليه اللي قام بيها قفشه يعني ده دليل ان الولد في كامل لياقته البدنيه، كامل لياقته الذهنيه، واحنا بنلعب في نهايه موسم طويل جدا. ده كمان بيرجع لي تركيز قفشه ورجوعه لمستواه القوي جدا. كمان على مستوى الاعداد النفسي والاعداد البدني الحقيقه اللي بيقوم بيه الجهاز الفني والجهاز الطبي في النادي الاهلي الحمد لله ماشي على اعلى مستوى. النهارده كمان هيكون لنا كلام مهم في حلقتنا، طبعا زي ما قلت لحضراتكم ضيف عزيز علينا احمد مجدي، هيكون هنتكلم عن الكره الاوروبيه، هنتكلم على سوق الانتقالات في اوروبا، الدوري السعودي. الدوري السعودي زي ما بقول لحضراتكم بيحاول بقدر الامكان انه يخش من صفوف التوب 5 ليج في العالم خلال السنوات اللي جايه، من خلال يعني وجود لاعبين كبار جدا على مستوى عالي جدا، مش لاعبين بس كمان على مستوى مدربين. وهنتكلم على الملف ده بالذات الكره السعوديه مع نجمنا احمد مجدي عشان نشوف الطريق رايح فين، ايه الهدف الاساسي، مين اللي بيعمله السوق السعودي في الانتقالات، هنتكلم عليه بالتفصيل. زي ما قلت لحضراتكم كان في جولات للابطال او لفرق العالم حوالين طبعا العالم كله استعدادا للموسم القادم. موسم الانتقالات هنتكلم عليه بالتفصيل، الصفقات وصلت لفين في ملاعب اوروبا، كل دوت ان شاء الله في ملفاتنا النهارده. لكن كالعاده بنخش مع حضراتكم ببعض الاخبار كمان اللي معانا علشان نتكلم عليها قبل ما نروح كمان نتكلم على الصحف العالميه قالت ايه خلال الاسبوع اللي فات. هنبدا اخبارنا النهارده من المان يونايتد. الحقيقه المان يونايتد صفقه هيولوند ده لعيب يعني ينضم الى المان يونايتد، وان الواضح جدا المان يونايتد بيستعد بقوه كبيره جدا للموسم اللي جاي بعد طبعا حسم هذه الصفقه. ولاعب من الدنمارك رامسوس ده لعيب مميز جدا عنده 20 سنه قادم من اتلانتا الايطالي، يعني في صفقه يمكن وصلت ل 72 مليون جنيه استرليني. اتفق اللاعب زي ما بقول لحضراتكم اللي عنده 20 سنه على الشروط الشخصيه خلاص، مده العقد هتكون 5 سنوات. لاعب مانشستر يونايتد كمان كريستيان اريكسن طبعا مواطن هذا اللاعب قال فريقه يحصل على مهاجم قوي يعني رقم 9 صريح. قال كريستين ان كثير في العالم يعني منذ رايته لاول مره شافه مع المنتخب الدنماركي، وبيوعد مان يونايتد انه لعيب على مستوى عالي جدا، لعيب يمكن ناس كتير ما تعرفوش اسمه، لسه ما ترددش كتير، جاي من اتلانتا الايطالي على فريق مانشستر يونايتد. كريستين قال كمان على الى حد كبير يعني ظهر في صفوف هذا اللاعب، ظهر في صفوف الدنمارك، سجل 9 اهداف خلال لعبه مع الدرجه الاولى الموسم الماضي لصالح اتلانتا بعد ما انتقل بقيمه 15 مليون جنيه استرليني من نادي جراتس النمساوي. إريكسن كمان أضاف وقال أعتقد إن أنا لا يعني ما عندناش اهتمام أو الناس مش مهتمة كتير أو الاهتمام الإعلامي مش كافي لبلد كبيرة زي بلد الدنمارك، والناس يعني براها ما بيكونش فيه انترستنج قوي على صفقاتنا أو الولاد اللي بيلعبوا في الدنمارك. وهو قال إن الصورة دي هتتغير الحقيقة في الأسابيع أو في المواسم القادمة. كمان كشف عن ان هذا اللاعب لعيب مميز جدا زي ما بقول لحضراتكم، لعيب رقم 9 هيكون متواجد في المان يونايتد. وتحدث يعني هو هولاند اتحدث واتكلم مع إريكسن على الحياه ماشيه ازاي في المان يونايتد، هو اكيد عارف انه بينضم لفريق عملاق فريق المان يونايتد، ويعني هيكون مشارك مع فريق كبير جدا رغم زي ما بقول لحضراتكم عنده 20 سنه، ولكن هي دي الفرق الكبيرة دلوقتي بتعمل صفقات كبيرة جدا جدا مع لاعبين يمكن دون العشرين سنة كمان زي ما شفنا فريق ريال مدريد. طيب نروح من المان يونايتد للمان سيتي. جارديولا بيرفض طبعا رحيل ووكر، طبعا الظهير الانجليزي الايمن ووكر نجم المان سيتي، يعني احد الاهداف الرئيسية الحقيقة لفريق البافاري بايرن ميونخ في الموسم
موسم الانتقالات الصيفية. توماس توخيل طلب هذا اللاعب وطلبه بشدة، مدرب البايرن يمكن عايز هذا اللاعب، طبعا ووكر صاحب 33 عام وعايزه في أليانز أرينا. لكن لسه ووكر طبعا يعني مرتبط بعقد مع طبعا المان سيتي لغايه الموسم اللي جاي. صحيفه بيلد الالمانيه سلطت الضوء على هذه التطورات والمفاوضات ما بين باير ميونخ ومانشستر سيتي بشان ووكر، وقالت انه لا توجد اي تطورات في المحادثات الجاريه بين الطرفين منذ اجتماع بينهما يوم الاربعاء الماضي. يمكن شككت الصحيفة في قدرة بايرن على حسم الصفقة في ظل إعلان طبعا بيب جارديولا اعتزام السيتي على حد يعني وصفهم القتال من أجل الإبقاء على ووكر في ملعب الاتحاد. مهم جدا أن كمان زي ما بقول لحضراتكم يمكن جارديولا مصمم جدا أن ووكر يكون موجود، لعيب أساسي، لعيب ممتاز، عنده 33 سنة لكن عنده خبرات كبيرة جدا جدا، وزي ما حضراتكم عارفين يعني في انتقالات كتيرة، يعني محرز خلاص راح الدوري السعودي، وبالتالي يعني المان سيتي بيحافظ على نجومه اللي حقق معاهم يمكن الثلاثية الموسم الماضي. طيب من مان سيتي نروح لتوتنهام أو نروح لتشيلسي. بوكوتينو طبعا هو بداية قوية جدا جدا مع فريق تشيلسي، بيحقق طبعا بداية ناجحة في مشواره كمدرب جديد لتشيلسي، قاد الفريق للانتصار على فولهام 2-0 وبيفوز بالبطولة الصيفية الودية للدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت في الولايات المتحدة. الحقيقة كان فوز مريح للبلوز، سجل تياغو سيلفا ونكونو في الشوط الأول وخرج فريق بوكيتينيو بلا هزيمة في هذه الدورة في الولايات المتحدة، وينتهي الأمر طبعا بصدارة جدول البطولة الودية بفارق نقطتين عن فريق أستون فيلا. أثار مستوى تشيلسي الحقيقة حماس مشجع الفريق، لكن بوكيتينيو يعني خص بالإشادة نجمه طبعا إنزو فرنانديز، طبعا هذا اللاعب المميز، اللاعب الأرجنتيني الحاصل على كأس العالم، وقال يسعدني دائما أن يكون لدينا فرنانديز لأنه متواضع للغاية، إنه مقاتل وهو لاعب رائع، بطل طبعا العالم مع الأرجنتين، وهو سعيد جدا جدا بمستوى هذا اللاعب. طيب نطير على ألمانيا، والحقيقه كان يعني ما بين قوسين كده زلزال منتظر في حراسه مرمى منتخب المانيا. حضراتكم عارفين يمكن مانويل نوير غاب فترات طويله جدا عن البايرن بسبب الاصابه. مانويل نوير عنده 37 سنه، يمكن خلاص يمكن مش ضامن مركزه الاساسي في منتخب المانيا في ظل المنافسه الشرسه جدا مع طبعا تير شتيجن حارس مرمى برشلونه، اللي المح مدرب المكان وقال وجميع المان عودة من نوير طبعا كما نعرفه جميعا. فيما يتعلق بالمنتخب قال طبعا فليك يتعين علينا القول أن تير تشيجن برشلونة وقام بأشياء جيدة مع برشلونة هذا الموسم. يمكن زي ما بقول لحضراتكم نوير عنده إصابة كبيرة جدا جدا في ساقه، يمكن كان عنده كسر في الساق بعد سقوطه يعني في رحلة لتزحله على الجليد خلال ديسمبر الماضي، وغاب عن بايرن ميونخ فترات طويلة جدا جدا. في الجانب الآخر يعني هو بيستعد بدنيا انه يرجع للمشاركة تاني، استعداد مع بايرن ميونخ للموسم الجديد، لكن زي ما بقول لحضراتكم تير تشيجن طبعا ده الحارس برشلونة كان متفوق تفوق غير عادي وعودة لمستواه الرائع مع برشلونة العام الماضي، وبالتالي يعني في خوف شوية من نوير على فقد طبعا فقد مركزه مع منتخب ألمانيا الفترة اللي جاية. طيب دي كانت أخبارنا السريعة، يلا نروح سريعا نشوف برضو أخبار الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. نبدأ في إيطاليا، جريدة كوريل الإيطالية اللي أكدت أن نادي يوفنتوس بيعرض فلاهوفيتش على تشيلسي للحصول على خدمات لوكاكو. ده كان في على مستوى إيطاليا. صحيفة ذا سان الإنجليزية ركزت الحقيقة على امبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكشفت عن منافسة نادي تشيلسي لليفربول لضم اللاعب. الصحيفة كمان أكدت أن تشيلسي عرض أحد اللاعبين على باريس سان جيرمان بالإضافة إلى الأموال. طبعا امبابي لسه في مشاكل كتيرة جدا عنده في باريس سان جيرمان، ولكن لسه عملية الانتقال لم تتم.
طيب ليكيب الفرنسيه فتحت طبعا حديث عن رغبه باريس سان جيرمان في التعاقد مع عثمان ديمبلي لاعب برشلونه لتعويض الرحيل المؤكد لامبابي عن الفريق. موندو ديبورتيفو برضو سان جيرمان لنادي برشلونه في الحصول على خدمات ديمبلي. النادي الكتالوني طبعا بيسعى لتجديد او تمديد التعاقد مع اللاعب الفرنسي، لكن مفاوضات باريس سان جيرمان الحقيقه بتعيق هذا الاتفاق او مد هذا التعاقد. ديمبلي طبعا موجود او مطلوب في باريس سان جيرمان. ماركا الاسبانيه، ماركا الاسبانيه الحقيقه تحدثت كمان عن رغبه باريس سان جيرمان في خطف ديمبلي زي ما بقول لحضراتكم من برشلونه، وربطت دوت بكيليان امبابي بريال مدريد، وكتبت على يعني على الصفحه الاولى ان يعني مدريد، وكتبت يفوز بالجوله الاولى، ريال مدريد يفوز بالجوله الاولى في التعاقد والسباق على الفوز بكيليان امبابي. زي ما بقول لحضراتكم يعني انتقالات مشتعلة جدا، وكل الأندية بتحاول إنها بتستعد بشكل جيد جدا جدا للموسم القادم، سواء على مستوى المدربين على مستوى اللاعبين، وكل ده ملف هيكون موجود معانا مع نجمنا الكبير اللي هنستقبله بعد الفاصل أحمد مجدي. نروح سريعا لفاصل نستقبل نجمنا النهاردة في المحترف أحمد مجدي. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نرحب بضيفنا المتميز اللي بيسعدنا دايما بوجوده معانا في المحترف الناقد الرياضي ومحلل الكره العالميه احمد مجدي. يا ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل الحمد لله. تمام؟ زي الفل يا كابتن. عندنا كلام كتير النهارده وكلام مهم جدا باذن الله. قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا وملفاتنا مع احمد، الحقيقه لسه متواصل مع فريق اعدادنا المتميز جدا بلعيب مصري الجنسيه بيلعب في الدوريات الأوروبية. قدمنا أمثلة كثيرة جدا ويعني على مستوى دوريات كثيرة جدا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال. النهاردة معانا لاعب مصري جديد بيلعب في الدوري الألباني. لاعب جديد ودايما ببص لعمليه المركز، المركز بيبقى مهم جدا، لان الحقيقه عندنا في مصر على مدار سنوات طويله بيكون عندنا شورت شويه في المركز يا احمد، زي مثلا دلوقتي الباك الشمال، عندنا واحد عندنا اتنين بالكتير، مركز راس الحربه عانينا منه في اوقات كثيره جدا، وبالتالي مهم كمان انك تتابع دوت زي ما بقول لك، ودايما معلش كل حلقه بنزن على الموضوع ده، لكن كمان مهم انك حتى على مستوى المراكز تدور بشكل مميز ايه الشورتز الموجوده عندنا في المنتخب او في الكوره المصريه بشكل عام، وتبدا تتواصل مع لعيبه زي خليل طالب. يعني طبعا بتفق مع حضرتك، مركز زي الباك ليفت فيه مشكله في مصر حاليا، لان بخلاف احمد ابو الفتوح ما عندناش لعيبه ليها رصيد دولي كبير. ممكن يكون يعني ما اقدرش اقول ان خليل طالب هو الاساس او هو الحل، خصوصا ان البانيا في كره القدم دوله ما لهاش باع كبير يعني، والدوري الالباني مش من الدوريات القويه، هو لسه 19 سنه بشكل كبير، بس هو لاعب ممتاز وليه ماتشات منتخب البانيا وليه كمان ماتشات دوليه مع الفئه السنيه بتاعته في منتخب البانيا. فليه لا ما نتابعش، نتابع في الوقت دوت يكون عندنا رصيد من السكاوتنج في الحته دي، تقدر على الاقل تعرف هو هيتطور يروح لحد فين، وبناء عليه تعرف تحط خطه لتطويره. صحيح. اللي حصل مثلا من متابعه مثلا لعيب زي كفاراتسخيليا مثلا طول السنين اللي فاتت وبيلعب في جورجيا، قعد 3 4 سنين في الدوري الجورجي، لان الناس ودوري الجورجي كمان الناس يعني ايه الدوري الجورجيا بتفكر ان دوري ضعيف، بيفرس لعيبه وبيلعب في منتخب جورجيا مش لعيب واعد، واحده واحده خطواته بتقل واحده واحده لحد ما وصل لما راح دوري من الدوريات الكبرى في اوروبا اللي هو نابولي، فاول موسم في ايطاليا هداف، نجم الفريق الاول، اهم لعيب يمكن في الدوري الايطالي السنه اللي فاتت. ف يعني يقول لك ايه، معظم النار من مستصغر الشرر، يعني انت ممكن حاجه صغيره خالص انت مش متخيل بالك منها، مش واخد بالك انها ممكن تروح لحد فين، بس انت تبني لها خطه فعلا
تلاقيها فعلا هي الحل المشكله اكبر بكتير كنت انت فاكر ان حلها تحت رجليك. صحيح. هي صحيح. حلها بعيد شويه بس عايز تخطيط. صحيح. طيب خلينا نبدا في ملفاتنا النهارده، وعايز اسالك ايه اللي بيحصل في الدوري السعودي، السوق السعودي والانتقالات بالنسبه للانديه السعوديه الحقيقه عامله هوس شويه في اوروبا، وعامله نوع من انواع توتر للمدربين بشكل كبير. لسه يمكن قاري تصريح كده لبيب جارديولا بعد انتقال رياض محرز للاهلي السعودي، قال يعني هو قال باختصار الناس عايزه تعمل دوري قوي، والعرض اللي جه لرياض احنا كاداره او كمدرب ما قدرتش اتكلم مع اللاعب لانه عرض مغري جدا وعرض كبير جدا. ايه اللي بيحصل في السعوديه؟ اللي بيحصل في السعوديه هو استخدام مثالي لامكانيات باهظه، تمام، بس هو استخدام مثالي لامكانيات كبيره، مش امكانيات بس، يعني في امكانيات كبيره متفقين عليها، ولكن مش كل الدوريات اللي كان في وقت، مش كل البلدان اللي كان عندها في وقت من الاوقات ميزانيات ضخمه لكره القدم عارفه ان هي تجيب دلوقتي في اول تجربتها لعيبه بالمستوى ده، ولعيبه في كل الانديه، ولعيبه حاليا. انا كنت مع حضرتك في حلقه تقريبا من فتره قلت لحضرتك انه مش بعيد ان السعوديه تجيب لعيبه عندها 25 26 صح. سنه. الكلام ده حقيقي دلوقتي، روبن نيفيش 26 سنه وبيضحي بفرصه الانتقال لبرشلونه، الان سان ماكسيمان 26 سنه وبيضحي بنيوكاسل اللي هو هيبقى من القوى العظمى في اوروبا كمان سنتين ثلاثه، شامبيونز ليج ورايح شامبيونز ليج السنه الجايه على طول، فبيختار ليه الاهلي السعودي اللي هو لو سرش عليه على الورق هيلاقي لسه طالع من دوري الدرجه الثانيه السعودي او دوري الدرجه الاولى اللي هو دوري يلو على سبيل المثال. يبقى في شيء ما في التجربه بيغري اللعيبه انها ما بقتش بس قصه فلوس، وان كان هو الشيء الاولاني، خلينا نقول ان اللعيب اللي بيجي من اوروبا عايز يروح السعوديه مش رايح على مشروع، مش رايح على حاجه، هو رايح وانا 100% للفلوس، بس هو جنبه بيشوف ان في استشفاء جيد طول السنين دي، في مدربين على اعلى مستوى هيخلوه لما يرجع يلعب مع منتخب بلده لو ليه استحقاق دولي مش بعيد عن الفورمه، وده ممكن يكون حسبها لعيب زي كريستيانو رونالدو في البدايه خالص. عايز اسالك على كريستيانو، هل كان في بلاننج واضح لطبعا الرياضه السعوديه وخاصه في كره القدم ان هو ده الطعم ان كريستيانو رونالدو يكون موجود في الدوري السعودي عن طريق نادي النصر، وبالتالي دي كانت البدايه، وبعدين بدا زي ما انت بتقول كمان المدربين الموجودين اسماء كبيره، وبالتالي عمليه يعني جاذبيه الانديه السعوديه للاعبين هتكون اسهل او اقناعهم هيكون اسهل. يعني انا ما اعتقدش انها كانت خطه لجلب رونالدو، يعني انا متخيل ان الموضوع ده كان مخطط له بالذات في الوقت ده، هو كان في استغلال للحاله اللي بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو اللي كان مؤكد ان رونالدو هيمشي، ان رونالدو دخل كاس العالم ماشي خلاص مؤكد انه ماشي، وبعدين يومين ثلاثه النادي فسخ عقده وبقى الموضوع رسمي بعد حواره الشهير مع بيرس مورجان قبل كاس العالم. ولكن ازاي تحصل خطوه ارتجاليه زي دي؟ اولا تلاقيك جاهز، تلاقيك بفلوس تعرف تديله 200 مليون يورو في السنه فيسيبه من اي عرض جاي له من اوروبا ويقرر، بس رونالدو ما اقتنعش بده بس. خلينا نقول واحد زي رونالدو ما اقتنعش بده بس، سان ماكسيما ومحرز وفيرمينو وكوليبالي اقتنعوا بالفلوس. وساديو ماني في الاخر. وساديو كل دول ممكن يكونوا اقتنعوا بالفلوس واقتنعوا بنهايه مسيرتهم، ولكن رونالدو ما اقتنعش بده بس. رونالدو اقتنع بالفلوس وبالنجوميه وبالاستشفاء، وحط تحت دي 200 خط. لان رونالدو هو طالع من مانشستر يونايتد قال ان الاجهزه بتاعه الاستشفاء اللي موجوده في مانشستر يونايتد هي نفس الاجهزه اللي انا كنت بتدرب عليها من 2004 و2005، وده شيء مهم جدا بالنسبه لواحد زي رونالدو عايز يكمل لحد 41 و42 سنه في الملاعب ويلعب كاس العالم 2026. ولما تحط رونالدو في اقل قدر من الضغوطات، هو دلوقتي مهما كانت الضغوطات ولا تيجي ماتش مانشستر يونايتد وايفرتون مثلا. صحيح. في الدوري الانجليزي، فهو لما بيلعب تحت ضغوطات اقل جسمه قادر اكتر، بيلعب خصوم اقل نسبيا، هدفه الرئيسي هو كل معسكر دولي لمنتخب البرتغال لمده سنتين ثلاثه، يبقى التجربه السعوديه تجربه مثمره. واحد زي رياض محرز حسبها ان اخر كاريره مش عايز هو ينزل بيه الحال ماديا لدرجه كبيره، وده حسبه منطقيه، حسبه كويس. انا باخد في مانشستر سيتي رقم معين، السنه الجايه فودن خلاص غالبا هياخد مكاني لان خلاص هو عامل الزمن. بس عايز اكلمك على شغف كره القدم نفسه، يعني شغف لما بتلعب تشامبيونز ليج ويبقى عندك يعني مستني بكره هلاعب البي اس جي او هلاعب ريال مدريد، ويعني الحته دي هل فقدها اللعيبه ديت مع وصولهم لسن متقدمه شويه؟ بدا الشغف يقل وبدا يعني نوع من انواع خلاص انا بدور شويه على الفلوس شويه في اخر مسيرتي. لكن زي انت بتقول واحد يعني في لعيبه صغيره عندها 27 سنه، حتى ساديو ماني مش كبير، يعني ساديو ماني 31 سنه. كنت تتخيل كم اللاعبين دول يروحوا للدوري السعودي؟ يعني هل بعد دخول رونالدو السوق السعودي هل كنت تتخيل ان يكون في لعيبه
بهذا الكم وهذا وهذه النجوميه تكون موجوده في الدوري يعني السعودي. بعد رونالدو تخيلت ان كل فريق سعودي هياخد واحد واحد انما ما تخيلتش ان الموضوع هيمشي بالسرعه دي. هو انا متخيل ان كان الهدف رونالدو وميسي، يعني هو طبعا كل الكلام ده بقى رسمي بعدها، يعني كل الهلال كان داخل في ميسي عشان يبقى الرياض كمان ديربي الرياض، ديربي كريستيانو وميسي، بس ما تمش حتى كانوا دخلوا في امبابي، يعني حتى الاسبوع اللي فات الموضوع مفتوح. امبابي الموضوع مفتوح حتى الان، يعني الرقم اللي معروض على امبابي ده رقم قولوا لي كده تاني 700 مليون يورو سنويا في سنه واحده. ده كمان خلي بالك مدة سنة بس. مدة سنة، برافو عليك. يعني تعالى معانا سنة وبعدين نروح ريال مدريد بس شوف هتعمل ايه. وسمعنا ان كمان في محادثة مع ريال مدريد ان هم يعني خلاص سيبوه لنا السنة دي وكده كده موجود عندكم السنة اللي جاية. أيوة، لانه ريال مدريد وهندفع لكم كمان مرتبه لمدة سنة، يعني لانه اولا عقد مبابي مع بي اس جي ما فيهوش بند شرط جزائي واضح، في تقريبا مليار اللي هو بيبقى رقم تعجيزي ما حدش هيدفعه، حتى يعني لو ايه اللي حصل، يعني الهلال السعودي مش هيدفع مليار ومرتب مبابي طبعا، ده مش هيحصل. بس فرضا انه ما وافقش بي اس جي ان ريال مدريد ياخده الصيف ده، ما هو حقه، ومبابي مش هيقبل ان هو يقعد سنه من غير لعب، وباريس سان جيرمان مش هيستنى لحد السنه الجايه عشان يمشي ببلاش. فالحل المثالي هو الهلال مثلا، صحيح بالظبط، وحاله زي دي مبابي مش هيلاقي فيها ازمه كبيره. احنا كنا ممكن نتكلم الكلام ده كما لو كان من الخيال من سنه بالظبط، نتكلم هلال ايه، هلال سعودي ولا سوداني ولا ايوه بالظبط، بنتكلم في ايه. فلا الكلام ده منطقي دلوقتي، 700 مليون يورو سنه ما فيهاش استحقاقات دوليه غير يورو 2024 السنه الجايه، زي ما بقول لحضرتك الاستشفاء على اعلى مستوى، لو هو عايز شروط في الاستشفاء يحطها في العقد هيحطها، لو عايز يروح وما يلعبش مش هيلعب، عايز يريح هيريح. بس هو امبابي في الدوري السعودي دي خلاص كده، خلاص انت خليت الدوري السعودي قطعه من اوروبا حرفيا بوجود افضل لاعب في العالم عندك لمده سنه. هل ده هيأذي كارير امبابي باي شيء؟ لا، هو كارير امبابي هيبقى ساعتها امبابي عنده 25 سنه يروح ريال مدريد، لعب 2 كاس عالم، يروح ريال مدريد يبدا على نضيف. اللعيبه اللي بتروح على 25 سنه ريال مدريد بيقولوا احنا بدانا الكارير بتاعنا ايه احسن بدايه ممكنه. لا، الراجل عامل كل حاجه، 2 كاس عالم، واصل واخد كاس عالم، واصل لنهائي كاس عالم نسخه ثانيه، يقدر يبدا مع ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، يقدر يبدا السنه الجايه من غير ما يكون مكلف ريال مدريد رقم كبير، وده هيريحه في في في, في الصفقه نفسها، لان الصفقه لما تيجي بمقابل مادي فري او مقابل مادي قليل يريحك من الضغوطات، على عكس مثلا اللي حصل مع هازارد اللي هو ثمن الصفقه في حاله ايدن هازارد وفي حاله جاريث بيل كان من اهم عوامل فشل الصفقتين بتوعهم. فانا مش شايف، انا مش عارف اتخيل الدوري السعودي وصل لحد فين، بس اللي انا متاكد منه انه تجربه جديده، يعني لا هي الصين ولا هي امريكا، خلاص انت بتجيب لعيبه في نص كاريرها من اوروبا، اللعيبه دي اختار، يعني فيرمينو كان معروض عليه برشلونه اختار الهلال، اختار الاهلي، روبن نيفيش كان معروض عليه برشلونه اختار الهلال، كوليبالي معروض عليه الدنيا ومعروض عليه يفضل في تشيلسي، واول موسم في تشيلسي اختار الهلال. كل حاجة كانت مثالية بالنسبة للعيبة كتير من اللعيبة دي، واختارت الدوري السعودي، الفلوس أهم حاجة، بس السعودية عمالة تبني رصيد تحت قاعدة مخليها الفلوس هي الضرورة، بس القاعدة دي مش هتنتهي، فهيجي وقت من الأوقات هتلاقي الناس بتتفرج على دوري أبطال آسيا بنسب متقاربة لدوري أبطال أوروبا، لأن ما بقاش في أوروبا وآسيا، بقى في فيرمينو وبقى في ألانسن ماكسيما وبقى في رياض محرز خط هجوم مثلا في الأهلي السعودي دلوقتي، وفي النصر في تاليسكا وفي كريستيانو رونالدو جاي ساديو ماني، لعيبه كلها تلعب فوق، اللعيبه كلها جايه من اوروبا اصلا، كلها لعيبه من اوروبا. وكمان عايز اكلمك على المدربين كمان، يعني خلاص جيسوس دلوقتي في الهلال، كاسترو في النصر، خلاص تخطينا، يعني انا فاكر مثلا كنت بتكلم مع حد قريب بقول له اللاعب المصري كان مرشح دائما احنا كلاعيبه مصريين لاول اربعه، دلوقتي لا، اللاعب المصري نزل طبعا، يعني وحده وحزم وضمك والحاجات دي، هذه الانديه اللي هتاخد اللاعب المصري، عكس الاول كان اللاعب المصري، دلوقتي مثلا بنتكلم في محمد عبد المنعم اعلى كواليتي، هو ده اللي مرشح للهلال مثلا، ولكن اللاعب المصري اللي غير عبد المنعم دلوقتي اللي يمكن كان في السنين اللي فاتوا كان ممكن جدا ينتقل لاحد الانديه السعوديه بسهوله، يعني كان عندنا عبد الشافي راح الاهلي، كان عندنا حسني عبد ربه راح الاتحاد، احمد متعب راح الاتحاد، اللعيبه دي كلها كانت بتروح بسهوله الانديه، العكس ما تلاقيش لعيب مصري في انديه منتصف الجدول في السعوديه. فاللي بقوله لك طيب على ذكر دوت، كمان معانا انفوجرام عن كمان اكتر اللعيبه المصريه اللي لعبوا في الدوري السعودي، طبعا احمد ذكر بعض الاسماء، لكن تعالوا مع بعض نشوف اللعيبه المصريه اللي كان موجودين في الدوري السعودي في المواسم الماضيه. ده كان اكتر اللاعبين مشاركه في الدوري السعودي، وزي انت ما قلت اكيد النسبه ديت او مشاركه اللعيبه المصريه هتقل بنسبه كبيره جدا في الدوري السعودي بعد طبعا الانتقال والاهتمام بالسوق الاوروبي بشكل كبير، يعني خلاص الارقام عليت، التارجت عالي، التارجت عالي ان انا دلوقتي عايز اسيطر على كل حاجه. الهلال قبل ما يعمل كل الصفقات ديت هو تاني كاس العالم للانديه النسخه اللي فاتت، فمش بعيد خالص ان هو يتكلم دلوقتي لو
الاتحاد السعودي مثلا بيستضيف كاس العالم للانديه النسخه اللي جايه على ارضه، وعنده لعيبه بحجم كريم بنزيما وبحجم نجولو كانتي وبحجم لعيبه من العيار الاول في العالم، ليه ما يتكلمش الاتحاد السعودي السنه الجايه في انه ياخد كاس العالم للانديه؟ ما فيش حاجه تمنع انه يتكلم في كاس العالم للانديه كتارجت منطقي دلوقتي. فاحنا كلاعيبه مصريين في ناس دشنت مسيره هايله في الدوري السعودي على راسهم عبد الشافي اللي لسه الاهلي مكرمه قريبا كمان بناء على الكارير بتاعه بناء على مشواره، واللي بنتمنى له من قناه الاهلي كل التوفيق في لعيب محترم جدا لعيب في قمه الاحترام يعني. لعيب من اهم اللعيبه بالنسبه لي اللي جت في مركز الباك ليفت في مصر، ولعيب يجبر اي حد على احترامه ده حقيقي الاهلاوي قبل الزمالكاوي لانه لعيب فعلا محترم. فالمسيره دي مش هتبقى بنفس الوتيره اعتقد السنوات اللي جايه، وممكن نكون كلاعيبه مصريين مرشحين حاليا لانديه وسط الجدول في الدوري السعودي الا الطفرات، عبد المنعم الشناوي معلول مثلا في افضل لعيب على مستوى الدوري اللي تبتدي تطرح افضل كواليتي يعني. ولما يطرح واحد زي عبد المنعم يتقال انه هيروح ب 8 مليون يورو، فده بقى رقم ضعيف جدا خلاص. 8 مليون دولار و8 مليون يورو ده بقى رقم ضعيف قياسا لغيره، قياسا لغيره دلوقتي من الارقام اللي بتدفع في بقيه. وخلي بالك حتى على مستوى الانديه، حتى على مستوى الدوريات الكبيره، لما بيجيبوا لعيب من مصر ممكن ما يدفعش فيه 8 او 9 او 10 مليون دولار، هيبقى فيه تحفظ شويه عليه، لكن الرقم ده على مستوى السوق السعودي اعتقد رقم خلاص بقى خلاص ما بقاش رقم كبير يعني. بالظبط. ولسه لسه فيه يعني، بيتكلموا على ماركو فيراتي انه هيكون متواجد بين الاهلي وبين في خناقه عليه فيراتي الفتره المقبله. اعتقد ان هو يعني انا شايف انه النادي اللي من ساعه تخصيص الاستثمار، لانه خلينا نذكر الساده المشاهدين بايه اللي حصل الشهرين اللي فاتوا كمان، يعني عشان كده بقول لحضرتك فيها فلوس استغلال مثالي لامكانيات ضخمه او امكانيات هائله. في ناس بعض الناس بتقول يعني صرف يعني فوق الوصف يعني متجاوز شويه في حقهم، بس تعالى نشوف ايه اللي حصل الصيف ده. بتكلم حضرتك على اللوائح دي، الحاجات اللي ممكن مش ناس كتيره تتكلم فيها، لانه حصل بدايه ان في قانون اسمه تخصيص الاستثمار، قانون تخصيص الاستثمار في الدوري السعودي، واتحط فيه الانديه الكبرى الاهلي والاتحاد والهلال والشباب اتحطوا فيه والنصر اتحطوا فيه في صندوق الاستثمارات السعودي، بحيث يمتلك 75% من ملكيه النوادي دي، ما يستحوذش على الملكيه كامله ولكن يستحوذ على القرار المالي. ليه ده حصل؟ علشان طيله السنوات اللي فاتت كان بيتقال ايه؟ ان فلان الفلاني بتليفون بيجيب اللعيب. تمام، انا دلوقتي كصندوق استثمارات سعودي باشرف ان الكره السعوديه بتتحول للطابع العالمي اللي هي رايحه فيه، فلازم اضمن العدل بين كل الانديه. صحيح. فده بيحصل حاليا. نادي زي الشباب مثلا ما خدش حصته من الصفقات الثقيله الى الان، بس هياخد يعني، بس جاي في السكه يعني. جاي في السكه اكيد، مش هيتساب يعني. فده شيء مثلا عملوا قانون تخصيص الاستثمار. من الحاجات المهمه ان قبل حوالي اسبوعين حصل حاجه اسمها تعديل قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري السعودي، بحيث يبقى في رؤيه واضحه من اول موسم 25 26 او 24 25 لمشاركه اللعيبه تحت السن. فبقى من اهم الاساسيات ان يشترك 10 لعيبه تحت السن سعوديين في كل قائمه، ان خلاص بعد ما الجيل الحالي للكره السعوديه الجيل الكبير يعتزل مثلا كمان سنتين ثلاثه، هيبقى كل نادي مطالب انه يحط 10 لعيبه سعوديين تحت السن في قائمته. اجباري. ليه؟ لان عشان مش بعد الهوجه دي كلها منتخب السعوديه يقل كمان. صحيح. اجباري يعني هم عايزين يحافظوا كمان على الهويه السعوديه ومنتخباتهم ولاعبتهم بشكل كبير. فتمام يعني. هو رايح لتوجه عالمي تام، مفيش مشكله، ده هيحصل، ولكن هو عنده خطه كبيره ازاي يعلي الكره السعوديه في كل اقسامها. صحيح. بناء على التوجه ده، مش بس فلوس بتتصرف، حتى لو الفلوس قدام عينينا خسرانه دلوقتي بحسبه الورقه والقلم، بس تاكد ان كل فلوس بتتحط بشكل مظبوط بتجيب مردودها على المدى الطويل والقصير كمان. يعني انت متوقع ان كل المبالغ الكبيره اللي بتدفع في السوق الانتقالات على مستوى الدوري السعودي ممكن تعود بشكل او باخر خلال السنوات اللي جايه، ومن خلال ايه؟ يعني انت شايف العوائد دي ممكن تيجي من خلال ايه؟ هل خلال بس بطولات تواجد الدوري السعودي من ضمن التوب 5 ليجز في العالم؟ يعني انت شايف ممكن يعوضوا الفلوس اللي بتدفع دي ازاي؟ 100% بس البث الفضائي. احنا دلوقتي شايفين الشبكات العالميه بتتسابق انها تاخد حقوق الدوري السعودي، ولكن لسه ما بقاش فيه برمجه واضحه لمساله الحقوق دي. مثلا شبكه زي شبكه القنوات الرياضيه السعوديه اللي بتنقل دلوقتي احداث الدوري السعودي هتروح لمسار عالمي تاني خالص، بمجرد ان يبقى فيه
التنافسيه دي بين اهم اللعيبه في العالم موجوده فيها. هي اوريدي نسبه المشاهده عاليه باكتر من 50%. انا بكلمك انه هيبقى في بيع مش بس دلوقتي. هيبيعوا بقى خلاص. خلاص هو مش هيحتكر لانه مش هيبقى مصلحته ان هو يحتكر، ده اللي بيحصل عموما في البث. فكل ريجن في العالم زي ما احنا بنقول لك في الميدل ايست مثلا شبكه قنوات كذا هي اللي بتبث الدوري الاسباني مثلا، الدوري السعودي هيبقى كده في العالم، مش هتلاقي قناه واحده هي اللي الناس كلها بتتهافت على، لا هتلاقي كل منطقه في العالم بتاخد الدوري السعودي بيبقى في ديل بتاعها. الناس معلقين هتلاقي معلق لاتيني بيبث الدوري السعودي بشكل معين، معلق اوروبي بيبث بشكل معين. وهم حتى برافو عليك حتى على مستوى المعلقين، حتى على مستوى البث، على مستوى الاخراج، على مستوى الملاعب، كل ده شغالين عليه. في بعض المعلقين الكبار كانوا متواجدين في احد طبعا القنوات الشهيره ومشوا هيتواجدوا في الدوري السعودي، فهم مش سايبين جزء مش شغالين عليه الحقيقه يعني. بدايه من السنه الجايه شبكه القنوات الرسميه الناقله للدوري السعودي لو انت خدت يعني الحقوق كامله بشكل رسمي هيبقى متاح لك مثلا تقنيات زي ان انت تسمع صوت اللعيبه في الملعب مثلا، انك تحدد لعيب معين تسمع بيتكلم بيقول ايه، وبداوها بعينات تجريبيه. هنسمع حاجات جميله. لا هو اكيد هيفطموا اللعيبه على المواضيع يعني. انت مسموع خلي بالك. هيقول له خد بالك انت النهارده الدنيا عليك انت. انا بكلم حضرتك ان في تقنيات شغاله وفي ناس يعني الحركه بركه زي ما بيتقال كده يا كابتن، مش بس فلوس بتتصرف غير كمان العوائد. انه مثلا في حاجه مثلا زي يعني تجربه الميريا مثلا على سبيل المثال، تخيل تجربه الميريا اللي كان فيها انفاق ببزخ ومش عارف ايه، انتجت ان الدوري ان الميريا راح لليجا قاعد دلوقتي للموسم الثاني على التوالي بياخد حقوق بس زيه زي بقيه الانديه، وكل ما انفق في التجربه دي حلته صفقه داروين نونيز اللي انتقاله من بنفيكا لليفربول. يعني مجرد ما انتقل داروين نونيز من بنفيكا لليفربول الميريا وفر كل اللي اتدفع في التجربه دي اللي هو 24 مليون دولار، كل اللي دفعه الميريا في التجربه دي رجعت من 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 صفقه داروين نونيز بس. ده بند ممكن في الدوري السعودي سنه سنتين كمان مش هيبقى بيستهدف اللعيب الكبير بس، انا بقول لحضرتك هيروح اللعيب اللي عنده 18 سنه في الارجنتين وتعالى سكاوتنج وتعالى اديك مرتب لا بتاخده في الارجنتين ولا بتاخده في اي حته، ومش هيبقى مرتب كبير بالمناسبه قسنا اللي بيدفع دلوقتي في طبعًا. في ماني وفي بنزيما. بص على اللعيب دوت لما يبقى عنده 22 سنه ويتباع لبرشلونه ولا ريال مدريد. هو في الغالب عمله الجزء ده المهم جدا، ان اللعيبه الكبيره بارقام كبيره وبعدين لما الدنيا تستقر ويرجعوا كمان الفلوس دي هيبقى سهل جدا انك تجيب لعيب عنده 18 سنه من البرازيل او من الارجنتين بالزبط. هيبقى الموضوع بالنسبه لهم اتراكتيف، موضوع مهم جدا وشايق دلوقتي. لو بتتكلم من سنتين ثلاثه اتكلم اي لعيب اوروبي تعالى الدوري السعودي اعتقد ما كانش هيبقى فيه قبول واضح بالنسبه رونالدو كان بيسخر من سنتين ثلاثه من تشافي الناس لما كان بيقول ده في واحد معين نهى مسيرته في قطر أيه. ومش عارف ايه مش فاكر قطر ولا السعوديه قال كده مش فاكر قطر ولا السعوديه. فتخيل يعني ده حصل ازاي عند واحد من اهم اللعيبه في تاريخ كره القدم، ما بالك باللاعب اللي لسه طالع بيبص على العقد وبيبص على المرتب وبيبص على التفاصيل الماديه. رونالدو بقاله 6 سنين دلوقتي في مجله فوربس في تصنيف الرياضيين الاكثر تعاطيا يعني تعاطيا للاجور في العالم، ما كانش المركز الاول طول ال7 سنين اللي فاتوا، اخر مره كان فيها المركز ده سنه 2016 في سنه واحده مع النصر بقى رقم واحد سنه واحده بس يعني تقريبا ما كملش ال 24 شهر بقى رقم واحد. حتى على مستوى الانفاق على مستوى الدوريات الكبيره يعني ما كانش حد يتخيل ان ممكن السوق السعودي يخش ضمن هذه الدوريات. عشان كده كمان فريق الاعداد لو جاهزين عايزين نعرف اكتر الدوريات انفاقا في الصفقات الصيفيه لهذا الموسم نشوفه، لان زي ما بقول لحضراتكم السوق السعودي عامل ضجه كبيره جدا جدا في اوروبا، ويمكن زي ما بقول لحضراتكم جارديولا نفسه اتكلم عن هذا السياق. وقدامنا على الشاشه يمكن السعوديه في المركز الخامس لاكثر الدوريات انفاقا على الصفقات لغايه دلوقتي ولسه الامور مفتوحه. الدوري الانجليزي طبعا رقم واحد، الدوري الايطالي 2، الفرنسي 3، الدوري الالماني 4، الدوري السعودي. لكن خلينا نتكلم برضو على المكاسب، يعني في نفقات وفي مبيعات والارباح والخسار. عندنا الدوري الانجليزي بالماينس 636 مليون يورو، الدوري الفرنسي بالماينس 122 مليون، الدوري السعودي لغايه دلوقتي بماينس 347، وده اللي بتكلم عليه ان انت الرقم ده جاي يعني الماينس ده هيتغطى بشكل او باخر في خلال الفترات اللي جايه. ويمكن زي ما بقول لحضراتكم لما كنا نفكر ان في جدول زي ده ينزل خلال السنتين اللي فاتوا ان الدوري السعودي اكتر من اكتر الدوريات في العالم طبعا صرفا على الصفقات لغايه دلوقتي ولسه
الباب مفتوح. فاعتقد ده كان شيء يعني بعيد عن الخيال او مش في يعني ممكن ما يجيش على بالك بمعنى اصح. طبعا يا كابتن اعتقد ان هو هينهي في المركز الثاني يعني بعد انجلترا، يعني انا متخيل انه هينهي في المركز الثاني، ما حدش هيتخطاه خالص من ايطاليا وفرنسا والمانيا. السعوديه لسه بتسخن يعني كل ده ولسه الدنيا عايز اقول لك اسبانيا ليه التراجع كده في عمليه الصرف؟ هل في يعني في شكل معين الاتحاد الاسباني حاطه في سقف رواتب، في سقف انتقالات؟ لان لغايه دلوقتي في المركز السادس يمكن النفقات تقريبا 250 مليون يورو، وده رقم قليل جدا بالنسبه للدوريات كبيره يعني. يعني الاساس انخفاض الرقم في اسبانيا ان في جناح واحد هو اللي بيصرف دلوقتي اللي هو ريال مدريد. برشلونه لسه مش عارف يصرف لان هو عنده مسائل ليها علاقه بقانون الواحد لواحد ومساله الرواتب وما الى ذلك. برشلونه ما جابش غير فيتور روكي، ولسه السنه الجايه على ما يتفعل. جاب اوري روميو صفقه مجانيه، جاب جوندوجان صفقه مجانيه، فما دفعش فلوس لحد دلوقتي عكس ريال مدريد اللي جايب بيلينجهام وجايب اردا جولير باموال كويسه. فهو ريال مدريد بس اللي دافع بانفاق كبير، فيا ريال عامل ميركاتو بسيط، بس ما فيش حد قوي في الدوري الاسباني بيدفع لحد ما برشلونه يبتدي يشوف هامش صفقات ويشوف هيعرف يصرف كام كمان شهرين ثلاثه. ايه رايك في الكلاسيكو؟ شفت الماتش ازاي؟ والله الكلاسيكوات امريكا فرحت طبعا. نفسي الموسم يكمل في امريكا. نفسي الموسم يكمل في امريكا. بالظبط. شفت المباراه دي ازاي؟ وشفت برشلونه بعناصر جديده وعناصر شابه وفوز كبير 3-0 على ريال مدريد، شفت المباراه ازاي؟ طبعا خلينا نقول ان ده ثالث كلاسيكو ودي يتنظم في امريكا، ثلاثه برشلونه كسب فيهم بدايه من 2017 3-2 اخر ماتش النيمار مع برشلونه على الاطلاق، وال1-0 السنه اللي فاتت قبل رافينيا، جول رافينيا قبل الموسم، والسنه دي 3-0. شفت الماتش؟ كان ماتش جميل. الطرف النتيجه 3-0 بس هي غير معبره تماما عن ملناش دعوه، يعني هي غير معبره عن 3-0 عن سير اللقاء. 3-0 ملناش دعوه، اربع كور في العارضه وده شيء غريب ومبشرات كويسه. ايوه الحمد لله بدا الحظ يجي. روميو ابهرني الصراحه، اوريول روميو ابهرني، وفيرمين لوبيز انا كنت لو سئلت عن صفقه اوريول روميو من بدري. طبعا الماتش ده لسه مش مقياس كبير لكن بيبين، بس انا كنت شايف ان هو لو كواليتي قوي عن برشلونه، يعني انا كنت شايفه مستوى اقل بكتير من برشلونه، لان انا متابع روميو من ساعه لما اصله خريج لاماسيا وكان طالع بامكانيات كبيره وراح تشيلسي مده ما نجحش، راح تجارب تانية بعد كده قعد مده كويسه في ساوثهامبتون مده كويسه، بعد كده جيرونا قعد مده كويسه، بس طول الوقت كنت شايفه لعيب، يعني شايف ان برشلونه هو بالنسبه له كان خيار رقم خمسه عشان استبدال سيرجيو بوسكيتس لما ما عرفش يجيب رينارد اللي هو بتاع هولندا، ولما ما عرفش يدخل في زوبيميندي لحد دلوقتي ولا جيد رودريجيز، يعني كان خيار رقم خمسة بالنسبه لبدلاء بوسكيتس. بس اللي عمله في ماتش ريال مدريد يقول لك لا، ان في حاجات المدربين بتشوفها، بالظبط حاجه زي تشافي في خط النص اكيد ليه عين بيشوف اللعيبه بشكل معين. انا شايف لعيب بيسلم ويستلم بهدوء شديد كل تمريراته للامام، وده مفاجئ ليا جدا، بس ده نتيجه شغل بسيط لسه تشافي شغال عليه. ولكن كان اهم شيء في الماتش هو فيرمين لوبيز، يعني طبعًا. لانه لعيب واعد جدا بدايه الموسم، بدايه المعسكر التحضيري بيدري خرج وقال اللعيب ده مبهر، اللعيب ده ممتع، اللعيب ده عنده القوه والجوده، وانا من زمان ما شفتش لعيب في معسكر تحضيري بالقوه دي. وفيرمين لوبيز لعيب برشلونه خده صغير من ريال بيتيس، من اكاديميه ريال بيتيس، اتكون في لاماسيا وبعد كده خرجه السنه اللي فاتت لديبورتيفو ليناريس في دوري الدرجه الثانيه، عمل موسم هايل جدا بعمر 20 سنه رجع لبرشلونه دلوقتي. اعتقد ان دخوله المعسكر التحضيري داخل بنفس الطريقه اللي جافي دخل بيها في اول سنه مع كومان، ومتهيألي ان كل الامكانيات بتقول ان فيرمين لوبيز عنصر واعد جدا بيلعب برجليه الاثنين، اول كلاسيكو بيدخل وسط بيلينجهام وبيدخل وسط كامافينجا وبيدخل وسط لعيبه خط النص وبيشوط بشماله في سقف الجون ويعمل اسيست بعدها ينم عن مهاره كبيره جدا في الباس، لعيب حتى عنده الاجريسيفيتي عاليه جدا. انا شايف فيرمين لوبيز اهم حاجه حصلت في الكلاسيكو اللي فات ده. طيب على مستوى، عايز اخد رايك برضو في موضوع امبابي. امبابي خلاص اعتقد مش هيبقى متواجد في البي اس جي، هيكون خلاص ريال مدريد هو الوجه الاقرب. انت بتتكلم لغايه دلوقتي ولسه القنوات مفتوحه مع السوق السعودي في تواجده، اعتقد كان الهلال هو اللي بيتكلم عليه برقم كبير جدا. شايف يعني شايف امبابي فين الموسم اللي جاي؟ شايف امبابي في ريال مدريد. ريال مدريد بمبلغ مثلا يتراوح من 130 ل 150 مليون يورو. انا شايف ده سيناريو الصفقه اللي ممكن يدخل الدماغ، لانه انا اتسالت، ممكن لو كنت اتسالت مثلا من شهر كنت اقول لك لا يقعد في البي اس جي عادي، بس كل اللي حصل الشهر اللي فات ده مستحيل يقعد فيه. انت مش هينفع تستبعدني ومعسكر والكلام ده، وان كان ده حصل مع نيمار بعد سنه واحده من انتقاله لباريس سان جيرمان لما كان عايز يرجع لبرشلونه واستبعد برده من المعسكرات التحضيريه وكل حاجه، وفي اخر اسبوع رجع ولعب وبدا الموسم بشكل اعتيادي،
ولكن انا ما اتوقعش ان العمليه توصل لكده دلوقتي في حاله امبابي. ومش شايف ان امبابي برغم كل اللي قلناه في الدوري السعودي هياخد اختيار الهلال. انا مش شايف هو نفسه، وان كنا احنا ميالين ان التجربه العربيه ومش عارف ايه، ولكن هو مش هيفكر التفكير ده دلوقتي، لانه بالنسبه له بيبقى بايه بيعطل نفسه قبل الاوان. فانا شايف ان هو هيفضل كل الاطراف اون هولد كده لحد ما ريال مدريد يدخل في شهر 8 في اخر الميركاتو، يجمع كل فلوسه ويشوف هيعرف يدي كام. وممكن الصفقه دي تحسم في اخر ثانيه في الانتقالات، لان بي اس جي مش هيغامر بدخوله السنه الجايه فري. مستحيل يقبل بدي، بالنسبه له ده طبعا مستحيل، هزيمه اكبر من انك تسيب امبابي لريال مدريد طبعا، لان الخليفي داخل في حاله عناد مع طرفين اسبانيا، مع برشلونه وريال مدريد، هياخد من ده ديمبلي وهياخد من دوت ومش هيدي لده امبابي. هو كان في موافقه مبدئيه للعرض السعودي من جانب الاداره في بي اس جي. هو بي اس جي مالوش يعني، بي اس جي بيقول له اتفضل كلم اللعيب، اتفضل كلم اللعيب، دي كبيره قوي عند الخليفي، يعني اللي هو يسيب نادي يكلمه دي كبيره. فهو موافق طبعا. انت بتقول لي 300 مبدئيا، 300 وهو ياخد 700، انت بتتكلم في مليار يورو. ولو في بنود اضافيه عن اعاده بيع، عن اعاده اي حاجه، لو جدد عقده، في كلام انه ممكن يجدد عقده 6 شهور بس، يزود مده عقده بحيث ما يبقاش فري السنه الجايه، بحيث يدخل كمان باريس سان جيرمان بنسبه في صفقه ريال مدريد. كل دي حاجات مطروحه على الترابيزه. ولكن بس في خط ليفربول داخل، اعتقد برضو كان في كلام ان ليفربول داخل حتى على شبه اعاره لمده سنه وبعدين ينتقل لريال مدريد. والله انا شايف ليفربول، ارسنال، تشيلسي، كل دي حاجات صحفيه اكتر، يعني مش يعني ما فيش جانب رسمي قوي. وده شيء هزلي شويه، ان ممكن برشلونه يدخله في صفقه ديمبلي بشكل ما، لان يعني ديمبلي انا شايف انها مساله وقت، ممكن يبقى خلاص في بي اس جي. فلو برشلونه عرض 2 لعيبه كمان مثلا فري على بي اس جي بتاع لمجرد وصول امبابي، هتبقى ضربه كبيره جدا. ودي من الصفقات المحببه كده عند لابورتا، اللي هو هيبقى ريال مدريد عايز، زي ما حصل مع رونالدينيو مثلا في برشلونه، كان مديون برده وكل حاجه، وريال مدريد بس اللي بيتكلم عن رونالدينيو مع مانشستر يونايتد، وفجاه لابورتا ده انا عايز الواد اللي خد كاس العالم مع البرازيل ده، ما نشوفه، ودفع فيه 30 35 مليون يورو، كان رقم كبير ساعتها في سنه 2003 2004، في موسم 2003 2004، وخده لانه عايز الضجه بتاعت الصفقه دي. ممكن ده ممكن جدا يحصل، بس هل هتتحمل راتب؟ هل عندك تفاصيل ماديه؟ فانا شايف الوجهتين المنطقيتين ريال مدريد والهلال، بس الهلال اقل منطقيه، فرايح لاختيار ان هو اكيد السنه الجايه في ريال مدريد بنسبه كبيره، يعني بمرتب متوسط، مش اللي هيعوزه بي اس جي، بس مش مرتب قليل، يعني اقصد بقيمه صفقه هتبقى هي الاغلى في التاريخ برضو، بغض النظر عن 222 بتوع نيمار اللي هم كانوا كسر شرط جزائي، اغلى صفقه بيع وشراء بمقابل مادي واضح كده في التاريخ، هيبقى من 130 ل 150 مليون يورو تقريبا صفقه كيليان امبابي. واعتقد كمان كان في حاجه اسمها حافز امضى كمان، كان هيحصل المكافاه ال 40، المكافاه لو استنى السنه الجايه هيبقوا 80 80 بالظبط، هو عايز يستنى ممكن للسنه الجايه عشان يفعل مكافاه ولاء، اسمها مكافاه الولاء بالظبط، 40 دلوقتي 80 السنه الجايه، السنه الجايه. ففيها الصفقات واللي عمل الشراسه دي كلها هو العقد اللي توقع السنه اللي فاتت. انت خلقت وحش، خلقت وحش عمال ياكل في النادي، مين اللي هيتوقع له عقد زيادات ومش هيستغله؟ دي كان خطا في الاداره، يعني خلاص هو كبر، خلاص اللعيب بقى اكبر من النادي، وكان ليه كمان انت قلت يعني ده انا بجيب صحابي وفي اي وقت امشي، وممكن جدا عندي يعني عندي فيجن للناس اللي تيجي والناس اللي تمشي. هل البي اتش جي عمل جزئيه اخطا شويه في عمليه التعاقد السنه اللي فاتت مع امبابي في الاوبشن الموجود في العقد بتاعه؟ طبعا موضوع حقوق الصور ده مثلا كان شيء يعني شيء غريب جدا، تدي له 100%، اول لما يقول لك 100% تقول له ماشي 100% من حقوق الصور، فما تعرفش تعمل بيه، يعني تخيل مش عارف يعمل بيه ولا حمله دعائيه اعلانيه واحده، لعيب من عندك في صفوفك ومش عارف تتربح من وجود امبابي في صفوفك، لمجرد ان انت دخلت في مكايده مع ريال مدريد، انك مش عايز ريال مدريد ياخده، بس هي دي النقطه، انك مش عايز الطرفين بتوع اسبانيا حد فيهم ياخد صفقه كبيره منك. ده اللي شاغل الخليفي بالذات في وجود مشروع دوري السوبر ليج، اللي هو ملف اشعل الخلاف بين باريس سان جيرمان وطرفين. ممكن لو ما كانش في ملف السوبر ليج ده كان مطروح في اوروبا، كانت الصفقه دي تمت عادي بهدوء، يعني بالظبط يدفعوا فلوس وخلاص، لان عمر ما كان ريال مدريد طرف واضح النزاع مع باريس سان جيرمان، كان دايما برشلونه اللي كده، بالذات صفقه نيمار وصفقه فيراتي والصفقات اللي باريس سان جيرمان كان بياخدها من 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 برشلونه. ولكن انت دخلت في خصومه خلتك وقعت عقد صعب جدا السنه اللي فاتت، وصعب جدا انا كلاعب ما استغلوش. صحيح. فده اللي خلى عمليه امبابي صعبه جدا على باريس سان جيرمان، وهو بيحاول رغم ان هو حاسس ان هو بيطلع بمكاسب، بس باريس سان جيرمان في الحقيقه بيطلع باقل الخسائر الممكنه، لانك لو بعت لعيب زي امبابي ب 100 مليون يورو فانت خسران،
خسران خساره بينه يعني، حتى لو كنت جبته برقم انت جايبه ب 100 اساسا من موناكو، لو دفعت فيه نفس فلوسه هتبقى خسران دلوقتي، وهو اهم لعيب وافضل لعيب في العالم. طب انت بنتكلم على النواحي الماديه، النواحي الفنيه تعال نتكلم، هل ديمبلي ومشروعه في بي اس جي هيعوض امبابي شويه ولا الامور هتبقى حتى على المستوى الفني؟ قال اكيد في طبعا فوارق كبيره، لكن كمان ديمبلي في البي اس جي شايف ان هو صفقه هتبقى صفقه مميزه للبي اس جي؟ صفقه ممتازه، جميل ولاعب هايل ولاعب انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، فرديا هايل جدا، عنده حلول كتيره، بس لعيب ما يشيلش فريق لوحده، لعيب يعني دماغه برضو فيها مشاكل، في مشاكل في دماغه. احنا كنا السنه اللي فاتت مبسوطين جدا مثلا كمشجعين برشلونه انه قعد 6 شهور من غير ما يتصاب، تخيل تخيل العمليه واصله لايه، يعني انه طول 6 شهور وما اتصابش، ده ايه النجاح ده، ده ايه العظمه دي. فانت مستحيل تعول على ديمبلي كواحد يشيل فرقه، على الاقل في لحد ما شفنا لحد دلوقتي، هو دلوقتي بعمر 23 او 24 سنه وواحد من قاده برشلونه، فتخيل ان انت في الوقت ده هتشيل اهم لعيب في العالم وتحطه مكانه وتقول له صدر الضغوط دي على نفسك، كسبني، عايزك تبقى هداف الموسم، وهو مش هداف بشكل كبير ديمبلي، يعني مش لعيب سترايكر، مش لعيب سترايكر ومش هداف كبير يعني. فتعالى بقى اعمل لي ارقام امبابي، تعالى اعمل لي مردود امبابي، تعالى خليك جاد، خليك صاحي معانا في، عايز اخد بيك شامبيونز، عايز اعمل، ما كانش ما خداش مع ميسي، يعني ما عرفش يبقى معاه ميسي وياخد شامبيونز ليج، بل بالعكس كان من اهم اسباب ضياع الشامبيونز في اكتر من مناسبه. فتخيل واحد زي، تخيل واحد بشخصيه عثمان ديمبلي هيبقى هو المطالب بتعويض امبابي، مش بتكلم بس على الناحيه الفنيه بس، امبابي في كوكب تاني دلوقتي، ولاعيبه الكره كلها في كوكب تاني، فصعب جدا استبدال امبابي، ومفيش مشروع يقدر يستبدل امبابي غير ان انت تحط مشروع بسيط، ما تحطش الشامبيونز ليج تارجت دلوقتي، لان مفيش لعيب في العالم يقدر يجيب لك شامبيونز ليج دلوقتي غير امبابي، وما جابهالكش، وحتى الان ما جابهالكش، فما تحطش اسقف تمشي عليها، لان مفيش يعني، امشي بتجربه منطقيه كده، وهات مدير رياضي متزن يبني مشروع، وبلاش الايجو الكبير ليك كرئيس نادي في اداره كل الملفات، وما تعظمش من عقود اللعيبه، وما تحطش عقود استثنائيه، انت عندك يعني بالفعل في نيمار لحد وصل بيه الحال انك حاطط له بند في عقده انه يجدد عقده لوحده، انه يبقى قاعد في البيت كده يقوم مفعل تجديد العقد لحد 2027، فده بنود غريبه، وعقد نيمار ده بما يشتمله بقى من فنادق ومن صحابه اللي بيجوا طيارات خاصه وحاجات كده، ده يعني كانسر كده بيهد في النادي من سنه 2017، من ساعه لما جه من برشلونه 17 18، فانت مش ناقص كمان بنود تانية تسبب لك مشاكل. طب انا عايز اخد رايك، هل لويس انريكا طبعا المدير الفني للبي اتش جي كان هو طلع وقال خلاص يعني انا يعني اللي مش عايز يقعد في النادي ما يقعدش، ده طبعا الكلام على كيليان امبابي، وعايز اعرف هل شكل بي اتش جي هيتغير تاني للتيكا تاكا والشكل الاسباني او الكره الاسبانيه المعتاده لويس انريكا في البي اتش جي؟ مؤكد، انا شايف ان اهم اختيار السنين اللي فاتت هو ده، هو ان لويس انريكي يدرب بي اس جي بعد ما قعد ريست مقبول من تجربه منتخب اسبانيا بعد كاس العالم، والضغوطات قلت نسبيا في فرنسا، مهما كانت الضغوطات انت عليك ضغط واحد طول السنه هو الشامبيونز ليج، لو خدت الدوري الفرنسي تمام، لو ما خدتش الدوري الفرنسي ما حدش هيعمل لك ازمه. ايوه بالظبط، يعني خلاص انت دخلت بقت اهم نادي في فرنسا طول السنين اللي فاتت، المساله ما بتبقاش يعني صارخه صحفيا وكده، اعتقد انه يلعب كورته سهله جدا، هياخد الدوري الفرنسي اكيد، ممكن يستحوذ محليا على كل حاجه، ممكن يقدم نسخه كويسه في دوري ابطال اوروبا توصله لمسافات ابعد من اللي كان بيوصلها بي اس جي، بخلاف موسم 2020 اللي هو وصل فيه للنهائي اصلا بس ما خدش البطوله لما بايرن ميونخ خد الشامبيونز ليج منه، ولكن يظل لويس انريكي مدرب لا يجيد التعامل مع غرف الملابس، هي دي النقطه اللي مع حب الشديد لانريكي ومع حب الشديد لطريقه لعبه لم ينضج كفايه كمدرب ان هو يعني يتعامل مع غرفه ملابس متوتره جدا اصلا بقى، يعني انت داخل على غرفه ملابس فيها من التوتر ما فيه، يعني انت اول ملف بسم الله الرحمن الرحيم امبابي، بعد كده تلاقي نيمار اللي انت مش غير اللي انت سايبه في برشلونه، صحيح واحد صحيح تاني خالص طبعا، هو وانت هو صغير كان عامل لك مشاكل، فتخيل دلوقتي ان واحد ملك باريس، ورغم انه ملك باريس الناس بتنزل ضده مظاهرات في الشارع وبيروحوا له لحد البيت وبيحرقوا ايه وبيعملوا ايه، والمدينه كلها برئيس نادي متضخم الانا جدا عنده استعداد ان هو يعمل اي حاجه، انت جاي برده من برشلونه اللي اكيد انا بفكرك يا كابتن ان هيحصل كلاش ما بسبب برشلونه بين الاثنين، ان ده المنتاليتي بتاعته مش عارف ايه، ولو خسر شويه هيقول لك ان ده تبع برشلونه، ناصر الخليفي مش افضل رئيس نادي كمان يصير اوضه لبس بشكل كبير، فانا شايف الحاله ممكن تبقى فنيا هايله، ممكن تبقى
ذهنيا مش احسن حاجه، هيبقى في شويه على مستوى الاداره على مستوى الرغي جوه اوضه اللبس يعني. بالظبط، يبقى فريق متوتر جدا في اوضه اللبس السنه الجايه، ولكن قد يعني كل دي تكهنات. طيب على مستوى الدوري الفرنسي رايك ايه في مصطفى محمد في الموسم دوت؟ اعتقد يعني قدم موسم في حدود امكانيات الفريق اللي بيلعب معاه نانت، قدم موسم جيد جدا يعني. هايل مصطفى، 10 اهداف تقريبا طول الموسم. الحاجه المهمه جدا ان مصطفى محمد لعب 36 ماتش بدون اصابات، مع ان كان في مشاكل كتيره جدا في نانت، مشاكل كتيره جدا مع كومبواري ومساله الصيام ومساله جوان حجام الجزائري والاضطهاد ومش عارف ايه الحاجات دي كلها. مصطفى محمد رغم ان هو كان في بؤرة المشكلة، بس هو هداف الفريق، محافظ على اعلى مستوى هداف الفريق. وخلي بالك مش كل المباريات كان بيلعبها بشكل اساسي يعني، هو يعتبر كمان افضل البدلاء تسجيلا للاهداف في الدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي رغم انهم قعدوا في اخر جوله. طب تعالى نبص على الانفو انا وانت. تمام. اكتر اللاعبين البدلاء يعني تسجيلا للاهداف في الدوري الفرنسي، عامل موسم اكتر من رائع، وما بحبش كلمه بديل، لكن لما بينزل بيسجل وبيعمل الفارق. كان في بعض التقارير او بعض الرومرز كده بيتكلموا ان ممكن جدا احد الفرق الصاعده من الشامبيونشيب في انجلترا تشيفيلد يونايتد انه يعني مهتم جدا بضم مصطفى محمد. شفنا في الانفوجراف اتفوق على اسامي ليها باع كبير في اوروبا، مش باع يعني اقصد في الدوري الفرنسي يعني في الـ في الـ في الـ تسويقيا عليهم عين كبيره جدا، زي اوبندا مثلا لاعب اساسي منتخب بلجيكا او لاعب من اهم اللعيبه في منتخب بلجيكا، يا اساسي يا بديل يا اول بديل. نتكلم في ابراهيم الكونيل اللي عامل موسم هايل مع عامل بطوله هايله مع مالي في كاس افريقيا تحت 23، بنتكلم في بلال ابراهيم اللي باعوا لعيب في منتخب الجزائر. فلا مصطفى محمد حط رجله بشكل كبير جدا. موضوع شيفيلد انا مش متخيل ان هو ممكن يتنفذ دلوقتي بصراحه يعني، انا ومش شايف ان مصطفى محمد يحط الطموح دلوقتي. ليه؟ لانه التقارير اللي بتتكلم عن 20 و25 مليون دولار او مليون يورو دلوقتي، مش عارف، انا بقول لحضرتك توقع. لا انا على مستوى، خلينا نتكلم على المستوى الفني بعيدا عن الارقام التسويقيه. لو انا بهيئ لنفسي ان انا هطلع بريمير ليج هحتاج اسمين اتقل من يعني، مع احترامي لمصطفى والله وانا شايفه اهم لعيب اهم مهاجم مصري طبيعي. حالي بس انا مش شايف مصطفى يشيل الضغوط هتبقى عليه كبيره جدا لان انا عايز اقعد اول موسم في البريمير ليج، انا عايز اقعد، فبقى محتاج اسمين حتى لو كبار في السن يبقى بيخلصوا كل كره بتجيني. ولكن لو في ايمان فعلا بشكل ما بتطوير مصطفى محمد في بعض الجوانب، خصوصا في اللعب برجله بالكره يا كابتن واللعب بين الخطوط، لان دي حاجات ناقصه مصطفى، الحاجات دي لسه ناقصه مصطفى، كان بيعملها في الدوري المصري هايل. اللينك اب ما بين يعني هو محطه هايل، هو كل ادوار المهاجم، المحطه اللي واقف اللي بيلعب براسه اللي بيسند على التيم، وهو كورته حلوه، بس هو عايز يجري بالكره مثلا مسافات اكتر يحط الكره تحت رجله، يبقى عنده حلول واحد لواحد. كل دي حاجات لو مصطفى خدها ولو ماشي في اوروبا. انا عاجبني ان هو رغم ان حصلت له مشاكل في جلطة سراي ما رجعش، انه مستمر صح، مع ان حصلت مشاكل يعني في لعيبه اول مشكله بتحصل بيقوم راجع. لا في جلطة سراي مشاكل مع فاتح تريم، مشاكل في بعض الـ 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 الحاجات اللي لها علاقه بعقده مع الزمالك والتوثيق وما الى ذلك، ما رجعش، ما كانش اختيار الرجوع اللي هو الاختيار السهل مظبوط متاح. بعد كده لما راح نانت عليت المشاكل جدا مع كومبوري ومع المدرب الثاني، والنادي كان بيهبط، ما فيش خالص اوبشن الرجوع حتى مع اهلي مع زمالك مع بيراميدز. انا بحب اللاعب اللي ايه طلع اوروبا مركز بقى، هيشد الفيشه كده ويسيب كل حاجه ورا ظهره مهما كانت المشاكل. فانا متاكد ان مصطفى هيوصل لاعلى حته مستوى يقدر يأهل له. ولكن انت هتوصل لحد فين يا مصطفى ككوره؟ خلاص سيبك من تدابير الاقدار زي ما بيقولوا، هتوصل لحد فين كوره؟ انت محتاج ان انت تتطور في بعض الجوانب، لان انت مشروع مش مشروع دلوقتي، انت اهم مهاجم في مصر، اهم مهاجم في منتخب مصر، المهاجم الاساسي في منتخب مصر، بيتغير عليك كل الناس، احيانا صلاح بيتغير وانت بتفضل موجود لان انت اهم مهاجم في مصر بدون ادنى شك، خلاص انت اهم مهاجم في مصر. اطلع بقى من الحته دي، انا عايزك تبقى اهم مهاجم في افريقيا، عايزك تبقى واحد من اهم رقم 9 الكلاسيكيين اللي الكره المصريه افتقدتهم في السنوات الاخيره. بلاش تدخل في تجارب ريسكي، انا ما عنديش اي ازمه خالص انه يقعد تاني موسم في نانت بس يبقى عامل 10 11 15 جون تاني، فالناس يعني تشوف كارير اكبر، يزيد شويه في القيمه التهديفيه، يزيد شويه في امكانياته، ويطور من نفسه شويه في بعض النقاط عشان يبقى جاهز للبريمير ليج. اهم خطوه في كاريره تقريبا اللي هي اللي هتنقل مستواه لحته فوق او هتضمن له ان هو يتطور بشكل معين. لو ما خدهاش صح، لو ما خدهاش باستشاره ناس كويسين واستشاره ناس عندهم خبره،
بما فيهم لاعبين سابقين في الوقت ده، محمد صلاح على سبيل المثال خد استشاره ناس كانت بتنتقده في الخطوه، انا فاكر جدا من تشيلسي لفيورنتينا دي، خد استشاره ناس في الميديا المصريه كان بينتقدوه لان هو عايز يعرف ايه رد الفعل، لمجرد ان اللي انتقده ده كان بيلعب قبل كده مثلا في دوري ايطالي في دوري انجليزي، هيبقى عنده اويرنس بالحاجه دي، عمل اللي عمله او ما عملش اللي عمله. بس صلاح لما خد مثلا خطوه تشيلسي فيورنتينا دي، احنا كنا شايفين ان كارير صلاح بينتهي او ان صلاح ممكن يرجع قريب، بس ما كناش متخيلين كل الايه الريز في الـ في الـ في الـ اللي هيحصل في مستواه، انه يطلع للليفلز دي بسرعه بالسرعه دي، يوصل ان هو دلوقتي واحد من اهم 5 لعيبه في العالم. ليه كل ده ممكن ما يحصلش لو كان صلاح فضل في عقده في تشيلسي بشكل واضح ولعيب بديل قعد 4-5 سنين نسيناه؟ يبقى الخطوه اللي جايه بعد تشيلسي مثلا نوتنغهام فورست او فولهام او شيفيلد. هو فيورنتينا دي اللي بدات بصلاح كل حاجه، هي اللي وصلت صلاح ان هو دلوقتي واحد من اهم 5 وبيتفاوض على عقده بكل قوه. هي نقلته لروما، يعني ما كانش كويس أيوة. فيورنتينا طلع على روما ومن خلالها بس ما كانش حد هيسيب له الكوره 50-60 متر. ايوه طبعا اتفضل اجري وريني سرعتك وريني مهارتك، غير فيورنتينا. لو راح في الوقت ده تشيلسي كان مورينيو هيفضل يحبط فيه، شوط صح حط دي صح العب بليسنج، اللعيبه تدافع عليه بشكل معين. هو كان لازم يطلع من الحاله دي. صلاح امتلك من النضج وهو عنده 22-23 سنه انه ينزل يعمل الداون جريد ده في مسيرته. مش عايز مصطفى محمد يفكر في داون جريد، بس لو فكرت في اب جريد فكر فيه صح. يعني مثلا تريزيجيه، بشوف تجربه تريزيجيه كانت هايله جدا لحد ما خد قرار استون فيلا بالسرعه دي. يعني انا تمام قعدت في قاسم باشا 3-4 سنين، كان في الوقت ده في انتر ميلان وكان في الوقت ده في استون فيلا، هو اختار استون فيلا. انا كنت شايف انتر ميلان رغم ان الاسم يبين لك يخض اكتر انتر، ومش في الوقت ده هو اختار استون فيلا لانه عايز يلعب بريمير ليج، وده جميل، وتريزيجيه من اهم اللعيبه اللي ينفع تلعب بريمير ليج في مصر. بس لو راح كالشيو وجرب كوره ثانيه ولعب كوره ثانيه اهدى شويه من رتم البريمير ليج، بيلعب مع فريق بيهاجم فيحط الكره في رجله اكتر مما كان في استون فيلا، كان ممكن يفرق معاه. انا بتخيل ان كان ممكن تريزيجيه يتكلم في شيء تاني في دوري تاني حته تانيه. يعني استون فيلا رجعته ترابزون سبور، ما بقولش انه فشل، مع ترابزون سبور راح لعب شامبيونز ليج ولعب دوري اوروبي هو ولعب كمان كل للاسف حاجة. الاصابات شويه عطلته في مسيرته كتير، يعني عطلته كتير جدا جدا. عايز اكلمك على يعني الانتقالات في 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 الدوري الانجليزي خاصه، لكن نشوف مع حضراتكم كمان اكتر الانديه انفاقا في طبعا الانتقالات لغايه دلوقتي. عندنا الارسنال على مستوى البريمير ليج، الارسنال الاول على مستوى البريمير ليج بنفقات لغايه دلوقتي بس 231 مليون يورو، وده رقم كبير بالنسبه للارسنال يا احمد هكلمك فيه. ودخل طبعا الهلال السعودي ب 178 مليون يورو، باريس سان جيرمان ب 100 تقريبا 160 مليون يورو، توتنهام ب 136، وريال مدريد ب 128. عايز اكلمك على الارسنال، ما كانتش سياسه الارسنال قوي ان هو الارقام الكبيره ديت ودلوقتي رقم واحد على مستوى الانفاق في الصفقات. شايف ارتيتا شايف الجزئيه السنه اللي جايه عامله ازاي بعد خسارته لللقب السنه اللي فاتت؟ هو ارتيتا طبعا المشروع ده معنى كلمه مشروع، ما دفعش فلوس كتيره ابدا طول 4 سنين صحيح. تقريبا غير في صفقه جيسوس بشكل واضح، يعني اللي هو جيسوس هو اللي كان في رقم كبير الدفع في وقت ما. ما افتكرش ان في ارقام تانية اكبر من جيسوس لو حد يصحح لي. بس الانفاق المهول ده، الفرق الكبير حصل لما بدا المشروع يبقى واضح المعالم. ان انا طلعت تاني دوري انجليزي، كنت الاول لحد اخر 6 جولات مع بنافس اهم فريق في العالم مانشستر سيتي، ماشي معاه كده، هو بيكسب وانا بكسب، لحد ما بقى خلاص الفرقه بتقع بدنيا وذهنيا وما جربوش الموضوع ده. فانا محتاج كام تدعيم مهمين اخدهم قبل الكل في العالم، خلص كل الحاجات ال 231 دول في تاني اسبوع في الميركاتو. تاني اسبوع على طول كان جايب كاي هافرز من تشيلسي اللي هو شايف ان هو هيبقى المهاجم اللي يديله فرصه السكند سترايكر، ويديله فرصه المحطه، ويديله فرصه اللعيب اللي في نص الملعب اللي يلينك اب بين الخطوط، يلعب بين الخطوط ويباصي ويعمل. انا مش شايف هافرز، او يعني هو ارتيتا ادرى مني طبعا، بس شايف ان هافرز تحدي كبير انك تدفع فيه رقم كبير زي ده. شايف ان ديكلان رايس ماشي كويس على فكره في المعسكر سيزون، ماشي كويس قوي. شايف ان ديكلان رايس صفقه هامه جدا ولكن فيها مغامره، ما ان انت بتفضي خط النص. لا ما ينفعش ديكلان رايس من نوعيه اللعيبه اللي ايه، عارف المثل البلدي يقول لك انا الفريق وما احبش الشريك والكلام ده. هو ديكلان رايس ما يحبش الشريك في خط النص لان هو لعيب نحله رايح جاي مش عارف ايه، فكرنا باحمد حسن كده في مصر. وهو هايل، هو لعيب مردوده البدني هايل جدا، كورته جميله جدا. اغلى صفقه انتقال في تاريخ الدوري الانجليزي اللاعب انجليزي، ما حدش بيتخطاه في كل اللعيبه غير انزو فرنانديز بمليون استرليني واحد بس، ده 116 وده 117. ديكلان رايس
هيبقى مغامره، لان انت واضح ان انت عايز كل الفرق قدام تهاجم، واضح قوي انك عايز السنه الجايه تهاجم بدري وتخلص بدري وما تستناش لحد الاخر ندخل الاسبوع 30 وفي اي شكوك عليك، لا هو عايز ياخد البريمير ليج. فديكلان رايس كان في مثلا تشاكا وفي النني وفي عناصر كتير ممكن اقل في الكواليتي من ديكلان رايس، بس كانت موفره على الاقل عمق ما. صحيح. احنا بندافع ثلاثه بندافع اثنين، الملعب ماسك نفسه. بوجود ديكلان رايس انا فهمت نيه ارتيتا للسنه الجايه، ان هو عايز لا نص ملعب سبعه وثمانيات كله طاير زي ما بيقول، يطير لقدام وضغط من قدام وضغط من قدام وكل حاجه، لان ديكلان رايس بالنسبه له كفيل ان هو يسد كل الحته دي. فهنستنى نشوف خطط ارتيتا للمساله دي. الاسم الثالث اللي هو يوريان تيمبر اللي جايبه في مركز الباك رايت اللي هو كان ناقص ارسنال بشكل كبير، لعيب هاي كواليتي فيه. يوريان تيمبر عامل في هولندا طفره كبيره جدا، واحد من اهم العناصر حاليا في يمكن في العالم في مركز الباك رايت، بس تحدي لانه عامل مثلا زي سيرجينيو ديست مثلا لما جه من اياكس كان واصل لمستوى صحيح. اعلى بكتير من اللي وصل له تيمبر، وكان العالم كله بيتخانق على ديست، ولكن وانس ان هو اتحط في فريق اعلى يعني ليفل اعلى في اوروبا منافسات اقوى شويه طبعا وريتنا ان ديست فيه شويه حاجات شخصيه، ان مش الكواليتي اللي في رجلك هي صحيح. دايما اللي بتتحكم في كل حاجه. فتيمبر هو تحدي من النوع ده برضو، وان كان بدنيا ويبان اصلب وذهنيا يبان اصلب، ورايح بمنتخب اهم الهولندي، رايح بمنتخب اهم ورايح بمنتاليتي قبل ما ننهي عايز اخد رايك كمان في ليفربول صفقات لغايه دلوقتي، شايف ليفربول ازاي الفتره اللي جايه؟ ليفربول ابرم صفقتين ماكاليستر وسوبوسلاف وعمليات بيع بقى وانهاء عقود وانهاء اعارات، لستة طويله جدا جدا من فيرمينو لشامبرلين لنابي كيتا لاسامي كتيره جدا بيجدد. فابينيو كمان مشي إيه؟ فابينيو هي خلاص يعتبر مش هيخلصوا يعني. كام يوم يحلوا ازمه الكلاب دي ويخلصوا الموضوع يعني الراجل مصمم يدخل الكلب بتاعه يسيسوه بس يحلوا الموضوع بس هيجي يعني مش هتقف على كام كلب يعني بس الصفقتين اللي جابهم ماكاليستر وسوبوسلاب بيقول لك برضو ان هو عايز عمق معين في التشكيل، وان كنت لا اظن ان ليفربول هيقف هنا. انا متخيل ليفربول واحده واحده عمال يبني، ممكن بيبقى بيتحسس كده في مساله امبابي، بس هو عايز عنصر هجومي تقيل يعني عايز واحد قوي جدا هجوميا، عايز واحد هجوميا. مهاجم طبعا. قوي، لان انت مش هتقعد تستنى تاني داروين نونيز يجيب الفورمه بتاعته، ولا نتناقش تاني هو هيلعب وينج ولا هيلعب سترايكر ولا جاكبو هيلعب وينج ولا هيبقى ساديو ماني الناحيه الثانيه. لا السنه الجايه ليفربول مش هيستحمل تاني ان هو ما يروحش الشامبيونز ليج على الاقل وياخد بطوله. لازم ياخد بطوله، لازم يلعب شامبيونز ليج علشان على الاقل محمد صلاح ينهي كاريره او يدخل السنه الاخيره في عقده مع ليفربول بورق مساومه اكتر يضمن له باذن الله عقد تاني اهم في اخر مسيرته. ابو حميد بنشكرك شكرا جزيلا، دايما متعلق وبتنورنا وبتسعدنا. ربنا يخليك يا كابتن، ببقى سعيد جدا وانا معاك. شكرا، الشكر متواصل لحضراتكم. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.